افترضنا فرضتين دلوقتي معاليك. اتفضل. صدر قرار بالتمكين، وهنا فرضتين، الاول هنتكلم في مسكن الزوجيه وبعد كده هنتكلم في منزل او في مسكن الحضانه. معاك يا فندم. صدر قرار بالتمكين وبرضه فيها فرضيه، بالتمكين من مسكن الزوجيه للزوج. اه حضرتك تقصد لو القرار صدر في حاله العلاقه قائمه، العلاقه الزوجيه قائمة. صدر قرار بتمكين الزوج. اه طب الزوجه تعمل ايه؟ طب صدر قرار بتمكين الزوجه، الزوج يعمل ايه؟ يتظلم؟ في الحاله دي لو هو لم يرتضي. نعم. لو احد الطرفين اللي صدر ضد مصلحته في مسكن الزوجيه. ايوه. نعم. لو لم يرتضي هذا القرار، القرار امامه التظلم في حاله لو العلاقه الزوجيه قائمه امام قاضي الامور المستعجله. يبقى احنا بنتكلم عن مسكن الزوجيه. اه. لان العلاقه الزوجيه قائمه. لان هنا نص النص بيلجا لمين؟ بيلجا لقاضي الامور المستعجله. نعم. بدعوة تترفع بالطرق العادية. بيرفع دعوة أمام المحكمة يتظلم من هذا القرار بدعوة بالطرق المعتادة وتعلن عادي خالص. ولا ده قاضي الأمور المستعجلة. الأمور المستعجلة يا إما يقر هذا قرار التمكين يا إما يعدله أو يلغيه. أيوه فاهم. لكن في الحالة الأخرى في مسكن بقى الحضانة، في مسكن الحضانة هنا العلاقة الزوجية مش موجودة والطلاق بائن. تمام. وصدر القرار من النيابة العامة طبقا لنص المادة 18 ثالثا 18 مقرر ثالثا من المرسوم بقانون 25 لسنه 29. تمام. الماده دي مضافه بالقانون رقم 100 لسنه 85 وعليها برضو خلافات وكده، وصدر ضدها او بعض او اجزاء منها حكم بعدم دستوريه في مساله الزام الزوج في توفير مسكن خلال فتره العده لو انقضت خلاص يبقى هي تقعد في. لا ده احنا عايزين نوضح الجزئيه دي. الحته دي كانت مرهقه للزوج، يعني نعم. مثلا لو عدت فتره العده خلاص من حق الزوجه تقعد على قلب الراجل في مسكن الزوجيه وتطرده بره، لان خلاص الزواج اصبح الطلاق اصبح بائن. نرجع مرجوعنا لما حضرتك بتقول لو القرار صدر فيما يتعلق بمسكن الحضانه، مخالف او ما ارتضاهوش، في واحد من الاثنين ما ارتضاهوش، اه بيرجع يتظلم، وغالبا الزوج اللي مش مرتضيه. طريقه التظلم حضرتك هنا التظلم بيكون للمحامي العام، طلب في مسكن الزوجيه كان للامور المستعجله، اه لان دي منازعه هذا طبقا للقواعد العامه. تمام. فيما يتعلق بمسكن الحضانه نص مخصص. تمام. خاص، قانون خاص. هنا بيلزم الزوج ان هو يجيب مسكن ملائم والا تستمر المطلقه في مسكن الزوجيه